بدأت صباح اليوم في أبو ظبي فعاليات الدورة الثالثة لإعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية، والذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب على مدى يومي 29 و30 من أكتوبر. هم وقود الوطن اليوم وقادة المستقبل غدا، إنهم شباب الإمارات ينتظرون الفرصة لإثبات قدراتهم وكفاءاتهم بأن يصبحوا نموذجا مميزا في شتى المجالات الحياتية، وبدعم من القيادة الرشيدة ها هي الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في تشكيل مجالس الإمارات للشباب والمجالس المحلية. من خلال اللي هو يوم التقييم لمرشحي الدورة الثالثة للمجالس المحلية للشباب، عندنا الحمد لله تأهلوا معنا 110 مرشحين لعضوية المجالس للدورة الثالثة. نحن بنختار منهم 49، 7 لكل إمارة. كل مرشح معنا اليوم بيمر او بيتم تقييمه من خلال عدة مراحل، منها في تقييم المعلومات العامة عن ثقافتهم عن دولة الامارات، فيها تقييم المقابلات الفردية مع عدة لجان، منها لجان من المجالس التنفيذية التابعة لكل امارة ولجان تابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب. تأتي هذه الفعالية استكمالا للجهود الوطنية عبر لقاءات مع الشباب المرشحين للانضمام للمجالس الشبابية والمشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل، وبحضور لجنة تحكيم من جميع المجالس التنفيذية في إمارات الدولة. الحمد لله، يعني أنا هدفي الرئيسي من دخول مجالس الشباب اللي هو إبراز دور الشباب، توصيل همومهم، مقترحاتهم، أمنياتهم، سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي. أحد التحديات أو المشاكل تواجه الشباب الإماراتي بشكل عام اليوم اللي هي قضية الهوية الوطنية، فهذا كان أحد يعني أبرز النقاط اللي حاولت أني أبرزها أو أني أوصلها عن طريق مجالس الشباب، هي قضية الهوية الإماراتية، كيف أنا أحافظ عليها وكيف أني أعززها في الشباب الإماراتي بشكل عام. الحمد لله انتقلنا للمرحلة الثانية من مقابلات مجالس الشباب، واليوم احنا يعني اعتقد ان احنا جايين ومجتمعين كلنا لان عندنا هدف واحد، الا وهو ان نعلي ونرفع من مكانة وتعزيز مكانة الشباب في دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات. الشباب الاماراتي بات نموذجا يحتذى به عبر الانجازات التي حققها، والتي تجسد ثقة القيادة الرشيدة بقدرات الشباب في تحقيق الاهداف ليكونوا صناع المستقبل. ها هم شباب الوطن يتنافسون للحصول على مكان في المجالس الشبابية لكل إمارة، وذلك من أجل رفعة الوطن بأحلامهم وطموحاتهم التي باتت اليوم تعانق السماء. لأخبار الدار، وليد الأصبحي من مركز الشباب العربي بالعاصمة أبوظبي.